الخير واهلا بحضراتكم في المواجهه. النهارده مواجهتنا مع احد اهم مقرئي القران الكريم في مصر وفي العالم الاسلامي. طبعا هو من مقرئي مدرسه التلاوه المصريه، هذه المدرسه العريقه والاولى من نوعها في العالم الاسلامي. ضيفي النهارده هو فضيله الشيخ محمد محمود الطبلاوي. فضيله الشيخ الطبلاوي هو يعني يقال عنه انه اخر حبات جيله من هذه المدرسه العظيمه، مدرسه تلاوه القرآن المصرية وهذه المدرسة العريقة. هو التحق بالإذاعة في عام 1970، وكان أيضا مقرئ الشيخ الأزهر لمدة 30 عام بعد أو خلفا للشيخ الراحل مصطفى إسماعيل. فضيلة الشيخ الطبلاوي كان أيضا من القلائل اللي أتيح لهم تلاوة القرآن وقراءته في جوف الكعبة، وده بالتأكيد يعني هو أمر عظيم لا يتاح لكثيرين من البشر، وهو الحمد لله كان لديه هذه الفرصة. هو أيضا نقيب المقرئين، وبالتأكيد مهم أن احنا نعرف منه أولا مسيرته ونتكلم عنها معاه، ونتكلم معاه كمان عن المقرئين الجدد حاليا، هو شايفهم إزاي، شايف إيه اللي محتاجاه مدرسة القراءة والتلاوة المصرية. اسمحوا لي أرحب بفضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي وأشكره أنه استضافنا النهاردة. أهلا بحضرتك. أهلا بك، أصل البركة. أهلا وسهلا. شكرا لحضرتك فضيلة الشيخ. كل عام وأنتم بخير. وحضرتك طيب ورمضان كريم على حضرتك. احنا عايزين نبدأ من البداية خالص، يعني حضرتك وانت طفل كان في رؤية والدتك شافتها لجدك، احكي لنا الرؤية دي، والمفترض ان الرؤية دي بعد كده اتفسرت يعني في حفظ حضرتك للقرآن. والله انا بصراحة يعني سمعت هذا من والدتي، قالت لابويا محمود ابوك اللي هو جدي انا بشرني بأن البطن ده محمد وهيبقى من حفظ القرآن الكريم. وعلى ضوء ذلك أبوي اعتنى بهذا الموضوع، وكان يشرف علي على طول في الكتاب، وكان الكتاب كل واحد بيطلع تعريفه أنا أدفع إرث سار، أدفع الإرث سار على اعتبار الشيخ يعتني بيا. فمن هذا المنطلق كان الشيخ غنيم عبيد الزهوي اللي هو المحافظ بتاعنا، كان كل يوم خميس يجي يقعدنا كده هو ثلاثة أربعة، وكل واحد يقرأ عشر قرآن يعني لمدة خمس دقايق كده. كان يستنبط، يعني كان يقول فلان ده هو صوته نحاسي، يعني ما يأثرش، ده فلان ده صوته أعرع. الشيخ الطبلاوي زي الشيخ رفعت، كان بيقول لك انت تبقى زي الشيخ رفعت او خليفة الشيخ رفعت. قال لي صوته من قلبه، والصوت اللي من قلب يوصل للناس يعني اكيد. فأبويا بصراحة يعني اتبسط من الموضوع ده هو، وكان يغدق على الشيخ، ويوم ما ختمت القرآن يعني عمل وليمة وجاب خروف ذبحه، وجاب الطلبة اللي كانوا معايا في الكتاب والشيخ وعمل لهم وليمة كبيرة وأكلهم والكلام ده كله، يعني كانت فرحة كويسة يعني. كان عمرك قد إيه يا فضيلة الشيخ لما التحقت بالكتاب؟ لما التحقت بالكتاب انا رحت وانا عندي خمس سنين. ياه، في سن صغير جدا. فكان الكتاب جنب المدرسه. انا كنت فيها، كنت اطلع من الكتاب اروح المدرسه، وكان ايامها بقى كان الفلوس فيها بركه والناس فيهم بركه. وكان يعني جو غير الجو، وقت غير الوقت، فبصراحة يعني كان جو كله بركة. حفظت القرآن، أتميت حفظه وحضرتك عندك تسع سنين مش كده؟ يعني اوصف لنا أكتر إزاي طفل، طبعا ده كان يعني ده كان شيء معتاد زمان طبعا، إنه الأولاد ممكن إن هم يحفظوا القرآن في السن ده، بس قول لنا أكتر في سن صغير زي ده قدرت إنك تنجح في ده إزاي، وهل كانت حاجة صعبة عليك كطفل ولا لأ؟
لا، اصل حفظ القرآن بيبقى يعني بيبقى فيه بركة. يعني تبص تلاقي الواحد يعني منساق لحفظ القرآن، بس برضو الوالد والوالدين ليهم برضو فضل في الضغط. صح. لأن ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا عليك قولا ثقيلا. فالقرآن الواحد في السن ده عاوز يلعب ويلهو ويجري وكده يعني. فالقسوة، مع ان انا كنت وحيد والدي يعني ماليش غير اخت واحدة يعني. فمن هذا المنطلق الحمد لله ربنا يعني توفيق الله ان انا حفظت القرآن، وكان بفضل الله سبحانه وتعالى لان ابويا حرص وكل واحد عنده عين يحفظ القرآن لازم يشد عليه. كان بيشجعك ازاي يا فضيلة الشيخ؟ مين؟ والدك، انك انت تحفظ القرآن. والله يقول لي يعني كان في عندنا واحد مقرئ يعني غلبان كده يعني مش قال لي شوف فلان يعني حفظ ببركة القرآن، ربنا كرمه ازاي وكرم اولاده وسبق عليه نعمته. فمحمد لازم اقول له والله بس اللعب بقى كان يعني ضاغط على الواحد شويه. كان همه كله لعب الكوره. طلع اعمل الكوره الشراب اجيب طفل بقى طبيعي اجيب الكوره الشراب يعني الشراب اللي هو بتاع المقطع كرة الشراب، تعمل كرة شراب. يعني اجيب بس ما اجيبش شراب جديد يعني. طبعا. تجيب شراب مستغني عنه وتعمل منه الكورة. مستعمل كنا بقى يعني نعمل فريق بقى يعني. فريق متعوبة وفريق هيلعب، فريق من الحتية، فريق بتاع. كان في زمان جماعة لعيبة بتوع زمان، كان في واحد اسمه عمر شندي. واحد كان اسمه هو مش عارف كان اسمه ايه يعني. فاحنا كنا عاوزين نبقى زي دول يعني. كان نفسك تبقى ايه لما تكبر يا شيخ طبلاوي؟ يعني هل كان نفسك تبقى قارئ للقران ولا كان عندك احلام تانية؟ لا، قارئ القران. ده من السن الصغيره ولا ده لما كبرت شويه؟ من السن الصغير. حتى وانت صغير؟ يعني لان القران يعني نعمة من عند الله. وسيدنا الإمام الشافعي كان بيقول مقالة، وقل شكوت إلى وكيع العباس سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فالحاجات دي هي صراحة يعني حفظ القرآن حل على الإنسان البركة، وبقيت يعني مبسوط وعمري بالعمر جيبي ما خلي من فلوس. الحمد لله. ابدا، بركه القران. يعني دي كلها بركه القران. فمن هذا المنطلق بصراحه القران يعني من اراد ان يكلم الله فليقرا القران، من اراد ان يكلم الله فليقرا القران. يعني كل القران هو ده الخير والنعمة اللي ربنا اداها للإنسان. موضوع الكورة، قعدت تلعب كورة لحد امتى؟ يعني كان في هوايات بقى في مرحلة المراهقة، مرحلة الشباب طبعا، يعني بجانب القرآن وحفظ القرآن، لكن هل كان في هوايات بتمارسها؟ لا والله، هو كان لعب الكورة بس وخلاص. لعب الكورة. لعب الكورة وقعدت احوش لما اشتريت عجله. اشتريتها ب 4 جنيه. يا ده مبلغ كبير قوي. عجله بقى يعني كانت كده يعني. فبصراحه يعني كان زمان في بركه وفي رضا. كانت الفلوس فيها بركه وكان في قناعه ورضا فعلا. يا شيخ محمد. مين كان مثلك الاعلى في التلاوه؟ او يعني مين الصوت اللي كنت بتحبه وبتحب طريقته؟ الشيخ رفعت الله يرحمه. ليه؟ ايه يعني ايه اللي كان بيجذبك في صوته وفي اسلوبه؟ صوت الشيخ رفعت، لان الشيخ رفعت كان قارئ القران وكان تقي.
يخاف الله والشيخ علي محمود، كل الناس القدامى دول كان عندهم تقوى من الله يعني وخشوع يعني. فعلى ما سمعت كان لما الشيخ رفعت ياخذوه في ليله كان يقعد يبكي يعني مش عاوز يروح يعني، وكان عنده الحنطور، والحنطور بتاعه ياخده ويوديه والكلام ده كله. فالانسان لما يكون قريب من الله بيزهد الدنيا. ايه الصفات اللي المفروض تكون موجوده في قارئ القران يا شيخ طبلاوي؟ تقوى مع الله، وكون مع الله ولا يعني يكون تقوى مع الله، وكون صادق، صادق مع الله، كن صادق مع الله، ويأتي كل ذي حق حقه، ويبقى يعني ماشي على الطريق المستقيم، لأن ربنا بيقول إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. التقوى والخوف من الله، ولأنه مش بيغني، ده بيقرأ، بيلاقي ربنا. فاللي لاقي ربنا ده يبقى على نظيف. هل قراءة القرآن بتحتاج لموهبة ولا بتحتاج بس لعلم وتدريب ودراسة؟ لا، الموهبة. موهبة. الموهبة لما يعني إنسان يعني كان الشيخ بيقول لساتك يجي كل يوم خميس يخلي كل واحد يقرأ 10 كده 5 دقايق يعني. فبيقول له انت يا فلان صوتك كويس وانت هتبقى كويس، وانت يا ابني ما تنفعش، شوف لك شغله غير الشغله دي. الصوت اللي مش حلو مش ممكن التدريب يعمل معاه نتيجه؟ لا، دي موهبه من الله سبحانه وتعالى. وبعدين يعني الانسان لما يلاقي ناس يعني بتستقبل صوته وتشجعه بيزداد قوة يعني. طبعا أكيد. فاكر يا شيخ طبلاوي أول أجر تقاضيته كقارئ للقرآن كان إمتى؟ كان إيه الموقف أو كانت إيه المناسبة؟ أنا أول أجر خدت 5 ساغ. من مين وكان عندك قد إيه؟ من العمدة. من العمدة. من البلد. كان عندك قد إيش؟ سنك كان إيه؟ كان سني حوالي 11 سنة. 11 سنة، إداك 5 ساغ. اداني 5 فضية كده. ايه سمع صوتك كانت ايه المناسبة؟ كانت المناسبة ان هو كان بيعمل معاد لوالده كل سنة، ونتلم نروح نعمل مقرأة هناك او ختمة. فكان كل واحد يعني الشيخ بقى الكبير بتاع رئيس الختمة يقرا فلان ايتين. فبيقرا ايتين وده يقرا ايتين، يستحلوا بقى الاصوات ويقول له اقرا انت شوية. عجبته فداك 5 ساغ. ايوه. جبت بيهم ايه؟ فاكر؟ والله انا جبت بيهم، كان في زمان قدام الكتاب بيباع فستق مقشر. كيس فستق كبير كده. هو احنا لسه هنقشر ونتعب نفسنا؟ لا، مقشر كده. مقشر. وبطاطا. كنت اجيب البطاطا والفستق يعني. كانت العيشه على قدها يعني. طب انا عايزه اروح لمرحله الشهره بقى وصوتك لما تعرف يا شيخ طبلاوي، بس عايزه ابداها بالتحقق بالاذاعه المصريه واذاعه القران الكريم. انا عارفه انه قعدت فتره على ما قدرت ان انت تلتحق بيها، يعني كان في فتره تعثر. اتقدمت كم مره لحد ما اتقبلت فيها؟ والله انا اتقدمت 6 مرات ولا 6 مرات. فكان الحقيقه يعني يجيبوا يعني الحفظ جيد والاحكام ممتاز والصوت ويعطى مهله قدرها مثلا 5 شهور 6 شهور على ان يتدرب على المقامات الموسيقيه. فواحد قال لي انت يعني عاوز مقامات موسيقيه؟ فالاستاذ عبد الوهاب الله يرحمه اتصل بيا قال لي تعالى انا عاوز اديك شويه مقامات. قلت له لا مش عاوز. قال لي ليه؟ ليه يا شيخ طبلاوي؟ قلت له لو اديتني مقامات مش هبقى انا الطبلاوي. طبلاوي كده بعمله بحاله كده بطريقته، مش عاوز مقامات ولا غير ولا كان ولا الكلام ده كله. قلت له انا لا اؤمن بالموسيقى القرآن. فقلت للاستاذ عبد الوهاب انه لانه ده اسلوبي وانا يعني لا اؤمن ان انا لازم اتدرب يعني موسيقيا كمقرئ او كشيخ. طيب قعدت
ست مرات لحد ما دخلت او قبلت في الاذاعة. احكيني عن الفترة دي، هل حصل عندك يأس في اي فترة فيها؟ فقدت الامل، قلت خلاص مش هجرب تاني؟ والله انا بصراحة يعني ما فقدتش الامل، لان دايما كنت اشوف في الرؤية ان هيكون في حاجة او ربنا هيرفع الانسان او كده، يعني ربنا كان بيطمني يعني. فعلى ضوء هذا كنت بستمر يعني. ايه معايير قبول المقرئ في الاذاعة؟ والله انه يكون ما بيقلدش حد. يعني يقلد ولا يقلد، يعني هو الناس تقلده بس هو ما قلدش حد. يبقى له اسلوبه الخاص. وطبعا الخاص بتاعه يعني يجذوه، غير كده ما ينفع. ولا عندنا الاصل يا ابني قوم، يعني ما يخشوا اغلبيتهم النهارده كل مقلد. اللي بقلد الشيخ مصطفى اسماعيل، واللي بقلد الشيخ عبد الباسط. النهارده شايف ان التقليد بقى كتير عند المقرئين الجدد. هيجيبوا منين؟ هم هيجيبوا منين؟ بياخدوا من الواقع من الحاضر. طيب احنا هنروح طبعا المقرئين الجدد بعد شويه شايفهم ازاي، بس نتكلم عن اخر مره تقدمت واتقبلت بقى فيها الحمد لله. احكي لنا عن يوم القبول ده، وهل كنت متوقع ان خلاص الحمد لله دي هتبقى الفيصل؟ ويعني احكي لنا اكتر عن اليوم اللي اتقبلت فيه. والله واحد كان يعني سكرتير في الاذاعه قال لي، بقول لك ايه؟ قلت له قال مش هتقبل، قال هروح نزور فلان في البيت. قلت له ماشي نروح نزور. رحنا زرناه، قال لي هذا الشيخ طبلاوه اصلا متكبر وبتاع، وطلبوه عندنا في البلد، وقال لهم مش عارف اخد كام واعمل كام. قالوا احنا مالنا من الكلام ده، عاوزينك تساعده وخلاص وبتاع. قال خلاص زي بعض. فرضوا هذا الرجل يعني ايه. فادتك ازاي يا شيخ طبلاوي التحاقك بقى بالاذاعه؟ ده اثر ازاي على انه الناس تعرف حضرتك وان صوتك ينتشر والناس بعد كده تحبه وتستمتع بيه؟ والله هو اصل الاذاعه بصراحه يعني بتخش كل بيت وكل قريه وكل يعني الاذاعه انتشار انتشار جامد يعني. فالحقيقه كانت يعني كانت فتحه خير عليا. الحقيقه يعني لا انكر هذا. دور لجنه اختبار القراء في الاذاعه دورهم ايه؟ يعني في اختيار قراء جدد موهوبين واكتشافهم. انا بقول لسيادتك يعني هو الاذاعه ليها حاجات معينه. يعني بان القارئ المتقدم يكون ليه بصمته، البصمه بتاعته، يكون ما بيقلدش حد، يكون يعني ليه، ويكون متقن بقى، اهم حاجه اتقان اكيد القران والاحكام، ويعرف المخارج الحروف ويعرف كذا وكذا كذا، لان دي اذاعه يعني. مش هيقرا مثلا في حاره ولا في بتاع كده يعني. اسمح لي فضيله الشيخ هنروح لفاصل، وبعد الفاصل عايزين نرجع نتكلم عن انضمامك كقارئ في جامع الازهر، ونتكلم عن علاقتك بالرئيس الراحل انور السادات. احنا عارفين ان هو كان بيعتز بيك، ولقبت كمان بمقرئ رؤساء. فخلينا بعد الفاصل نتطرق للجزئيه دي. استنونا بعد هذا الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين في حوارنا مع فضيله الشيخ محمد محمود الطبلاوي. وكنت بساله قبل الفاصل عن قصه انضمامك كقارئ في المسجد الازهر او الجامع الازهر يا فضيله الشيخ. اولا، كان ده من ضمن احلامك ان انت تكون قارئ القران في الازهر؟ والله كان يعني احلامي ان انا اكون، لان في يوم من الايام كنت رحت انا وعمده بلدنا نروح نصلي في الازهر. وقلت له ان شاء الله انا اكون قارئ للازهر ده. قلت له كده؟ والله شغط فيا الحقيقه. قال لي قارئ القران يا ابن الطبلاوي انت؟ قلت له يا اخي مش بعيد على ربنا يا اخي. قلت له والله ما بعيد على ربنا. ده كانت ابواب السماء مفتوحه يومها. والله الحقيقه ما تمنيت على الله حاجه الا ما اداها لي. الحمد لله. والله ما تمنيت على ربنا حاجه الا ربنا قالها لي.
لأن لازم يعني يكون مع الله يكون معك. ربنا سبحانه وتعالى يعني أنا يعني بقول أنا عندي حسن ظن عبدي بيه. صح. فالإنسان لما يتمنى على الله خير وربنا قال إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فقلت للعمدة وانتوا بتصلوا في المسجد الأزهر قلت له أنا إن شاء الله هكون قارئ لهذا الجامع. ومرت السنين. اتحقق الحلم إزاي أو الأمنية إزاي؟ والله هو تقدم كذا واحد ويعني ده بعد وفاة الشيخ مصطفى إسماعيل. نعم. مقرئ الجامع. نعم. الأزهر. نعم. تقدم كذا حد وحياتك قدمت. أنا قدمت طبعا فتوفيق ربنا سبحانه وتعالى قالوا فلان ده لا وفلان ده لا والشيخ الطبلاوي يتمتع كنت أنا أيامها بقرا في الرفاعي مسجد الرفاعي وجاتني البصرة من واحد ولي من الأولياء كان عالم وولي. عارف ازاي؟ هقول لك انا. كنت رايح مره اقرا في كان اللي هيجي في يصلي في الازهر مش عارف كان مين من الرؤساء اظن كان واحد رئيس جاي يصلي في الازهر كويس قالوا له روح يعني في الازهر انتداب يعني فكان علي بتاع اليمن ده اسمه علي ايه؟ علي عبد الله صالح. علي عبد الله صالح كان رئيس اليمن. جه يصلي هناك في الازهر وكان الرئيس حسني قال له كان وقتها حسني مبارك هو الرئيس. اي نعم. كويس. فقال له الشيخ الطبلاوي ده اللي صوته بيلعلع ده القارئ الوحيد اللي عندنا. واحسن واحد عندنا والكلام ده كله فبصراحه يعني فرحت فقرات في الجامع الازهر في حضور رئيس اليمن مش كده يا فضيله الشيخ؟ ورئيس ثاني وكان بتاع السعوديه الملك خالد. الملك خالد. طيب لا بس اشرح لي اكتر ازاي يعني بتقولي في ولي من اولياء الله هو اللي بلغك ان انت حت ان شاء الله هتكون المقرئ. بلغك يعني عرف ازاي؟ هل هو يعني حس بحاجه زي دي ولا حد قال له؟ ولي كان ولي من الاولياء قال لك ان شاء الله انت هتكون المقرئ بتاع جامع الازهر. هتكون هنا واتبلغت ان انت اللي نجحت في الاختبار او انت اللي نجحت او تم اختيارك من ضمن المجموعه اللي قدمت. اي نعم. فاكر اول مره قرات القران بقى رسميا بعد ما اصبحت مقرئ الجامع الازهر يا فضيله الشيخ؟ فاكر والله هو الحقيقه كان الشيخ الحصري الله يرحمه كان بيقرا سيدنا الحسين واول جمعه قرتها في الازهر فكل المصليين تحولت على الايه؟ على الازهر. فالشيخ الحصري رحمه الله عليه قال له هو في مين بيقرا في الازهر؟ قالوا ده الشيخ الطبلاوي. الشيخ الطبلاوي جه الازهر؟ قالوا جه الازهر رسم. فبصراحه كانت يعني حاجه كده توفيق من الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. صحيح. ليه كانوا بيلقبوا حضرتك بمقرئ الرؤساء؟ والله على حسب المناسبات يعني. يعني مناسبات مثلا يكون فيها مناسبة الرؤساء يجي جاي رئيس من بره رئيس من كده يعني. يعني في مرة الله يرحمه الملك خالد كان ملك عبد الله باين. كان جه يصلي في الازهر. وبعدين طلبت منه يعني بصراحه قلت له شايف الازهر مهله الهوا والسجاد والبتاع ومش عارف قال خلاص 20 مليون بتاع ده هو تبرع بيهم للازهر. فعلى طول تاني اسبوع بداوا ينظفوا الازهر وجابوا سجاد جديد وجابوا حاجات جديده والميكروفون اتغير. فدايما كنت يعني اجلب له حاجات يعني اي رئيس يجي يعني
اول مثلا فرصه واطلب الازهر. فبصراحه يعني كانت فتره كانت كويسه يعني. كان ليك يعني تعاملت مع السيد الرئيس الراحل انور السادات. اتعاملت معاه وكان بيحب انه ياخد حضرتك معاه برضو. يعني لما بيروح لمسقط راسه في ميت ابو الكوم كان بيحب ان هو ياخدك معاه تقرا القران. احكي لنا اكتر عن ذكرياتك معاه. والله هو الرئيس السادات الله يرحمه كان عنده وفاء لاهل بلده يعني. هو عارف ان انا من نوفي من بلد ما صفت قدام مركز سالم نوفية، وهو كان من ميت ابو الكوم، فكان يعني مسافة قريبة يعني. فكان هو عصمة سادات اخوه. كان بصراحة يعني دايما يعمل مناسبات. كنت اروح افتتحها هناك. قابلت السادات اول مرة امتى؟ او كانت المناسبة ايه؟ والله كانت مناسبة هناك لل الشيخ عندهم في بلدهم اسمه الشيخ الكومي، فكان هناك فعزموني على ان انا اروح في المولد اقرا هناك يعني. فالسادات الله يرحمهم يعني طلب ان يجي اروح هناك البيت عنده في ميت ابو الكوم، ويعني وليمه معاه يعني اكل يعني وبتاع. فبصراحه كان سادات الله يرحمه كان راجل وفي، وكان انسان يعني يحب اهل بلده وعنده وفاء يعني. كان بيقول لك ايه على صوتك على قراءتك يا فضيله الشيخ؟ والله كان فاكر له اي تعليقات كان بيقولها لك؟ وكان سادات الله يرحمه كان يحب الشيخ مصطفى اسماعيل. فلما يعني سمعني يعني هو برضه يعني ربنا سبحانه وتعالى دخل برضه في محبته في قلبه، وبقى كل شويه يعني يسال عليا الحاج عصمت الشيخ طلبه وعمل ايه، عاوز طلبات، عاوز حاجه، عاوز كان يعني. فيعني كان الناس يعني كويسين. ليك مواقف مع الرئيس السادات ما تنساهاش؟ والله هو المواقف كتير يعني. الرئيس السادات الله يرحمه كان انسان وكان وفي، وكان عنده نوع من ال يعني قول ده بلدياتي او منوفي زي او يعني كان عنده يعني حاجات كويسه. قولي كمان رؤساء الدول المختلفين والحكام اللي تعاملت معاهم، مين اللي ما تنساهوش او مين اللي في موقف معاه الى الان ممكن نقول انه مؤثر فيك يا فضيله الشيخ؟ والله جلاله الملك خالد بتاع السعوديه بصراحه يعني قال يا شيخ طبلاوي القرآن نزل هنا في الجزيرة العربية وطبع في اسطنبول وقرأ في مصر. قلت له والله قالت الملك أنا مش فاهم يعني. لا أنا يعني قلت له يعني نزل هنا في المملكة ماشي في الجزيرة العربية يعني نازل يعني. قال لي وأحسن طبعة اللي هي طبعة اسطنبول طبعة المصحف، وقرأ في مصر يعني القراء المصريين هم اللي يعني أسسوا له مدرسة التلاوة. ليه؟ لأنها كانت بتدر عليهم يعني حاجة الحاجة يعني. ودعاك جلالة الملك خالد دعاك لقراءة القرآن في الكعبة، في جوف الكعبة يا فضيلة الشيخ. نعم. التجربة دي أكيد تجربة يعني أكيد عمرها ما تتنسي. لا قرأت فيش. القرآن داخل الكعبة في جوف الكعبة. في جوف الكعبة. احكي لنا أكتر عن اليوم ده. كان اللي ماسك المفاتيح الكعبة كان من أهل الشيبة. فقال لي يا شيخ طبلاوي اقعد هنا واقرأ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله في جوف الكعبة. ودخلت جوه الكعبة وقريت القرآن. والكعبه بقى النور بقى اللي فيها والريحه والحلاوه اللي فيها
يعني حاجة بقى كان عايش فيها. اوصف لنا الشعور وانت جوه جوف الكعبة، ده شيء ما بي ما يعني، او دي تجربة مش اي حد يعني، نادر جدا لما حد ممكن تتحقق له هذه التجربة العظيمة. لا والله انا بصراحة ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عملها لي، وكانت حاجة يعني انا يعني ودوني الستارة من ستارة الكعبة، حتة قماشة من ستارة الكعبة كبيرة كده. لسه عندك لحد النهاردة؟ نعم. لسه محتفظ بيها؟ اه والله، بس آه عندي. عندك؟ اه. فيعني اللي كان فيه خير كتير قوي. الحمد لله. هل حضرتك قارئ القرآن الوحيد اللي قرا القرآن داخل جوف الكعبة؟ والله انا ما سمعتش حد اعرف جوفك. ما سمعتش قبل كده انه ده حصل. طيب انا عايز اعرف كمان فضيلة الشيخ، نتكلم عن نقابة قراء القرآن. الاول النقابة دي دورها ايه؟ يعني ايه اللي بتعمله من اجل مدرسة التلاوة ومن اجل كمان من ينتمون اليها؟ والله نقابة القراء مظلومة، و يعني الدخل اللي فيها يعني، لان احنا بنصرف 40 جنيه معاش، وال 40 جنيه صحيح ان معاش المقرئين 40 جنيه فقط؟ ده من النقابة. انا سمعت المعلومه دي فعلا، ده حقيقي. فبصراحه يعني اتكلمنا كتير، وكلمت الدكتور جمعه على اعتبار يعني يعني نزود المعاشات. فيعني بصراحه يعني الراجل قال اللي في القدره بيجيب المعرفه وخلاص، يعني على قد الحاله يعني، احمد ربنا على كده وخلاص. قول لي ايه الدور اللي بتقوم بيه فضيله الشيخ النقابه في اعداد جيل جديد من القراء؟ والله بتقوم بادوار كويسه الحقيقه، يعني النقابه بتحس الناس على حفظ القران وتعليم احكام التلاوه الكلام ده كله يعني. ف دلوقتي حاليا اي واحد يعني يعار لبره لازم يكون معاه موافقه من النقابه، يعني بقى لها شان يعني. فاحنا عاوزين ان شاء الله يعني النقابه نسمو ونرفع بيها شويه كده. اكيد. هو عدد اعضاء النقابه قد ايه؟ والله يعني كذا جدال الحصر يعني كده يعني تقريبا، يعني تقريبا حوالي 8000. حوالي 8000. وشروط الانضمام الى النقابه؟ حفظ القران والاحكام وحسن السير والسلوك. يعني لازم قبل ما انضم يجيب لنا بتاع حسن السير والسلوك. وتمويل النقابة منين؟ وهل يعني في اشتراكات مثلا شهرية؟ التمويل بتحصلوا عليه منين؟ والله يعني في يعني الاشتراكات، في ناس برضه بتدفع لحد ما ياخد الكرنيه بتاع النقابة، بعد كده يروح نايم. خلاص خدت الكرنيه انا عاوز النقابة. فترة توليك النقابة يعني فترة انه حضرتك نقيب منذ وجودك كنقيب ولحد النهاردة، ايه اللي حققته؟ ايه اللي تقدر تقول انا نجحت ان انا احقق كذا وكذا وكذا للقراء المصريين؟ والله انا يعني اللي نجحت فيه وكده يعني اللي انا يعني حبيت يعني، بس رفعت مستوى حفظ القرآن يعني والأحكام يعني، بس لكن يعني في الناحية المادية لا. شايف مستوى القراء دلوقتي في مصر ازاي يا فضيلة الشيخ؟ والله يعني هو مستوى القراء في مصر يعني بصراحة، في عندنا الشيخ محمود الخشت، وفي الشيخ حجاج، والشيخ طه النعمان، وعندنا يعني كويسة يعني حاجات كويسة، الشيخ خضر مصطفى. الشيخ خضر أحمد مصطفى. يعني الحمد لله يعني. الحمد لله. هل مصر لحد دلوقتي محتفظة بمكانتها كأفضل مدرسة لتخريج المقرئين للقرآن؟ طبعا
مصر يعني مصر هي قائدة الريادة يعني. يعني بصراحة يعني لأن المقرئ بيقتات وبيكسب، فمن هذا المنطلق يعني كل واحد عنده عائلة، دي كتاب زي بقى الطبلاوي زي عبد الباسط زي فلان زي علان كده. على اي اساس يعني، على ذكر طبعا الدخل الخاص بالمقرئ او القارئ، على اي اساس بيتم تحديد اجر القارئ في المناسبات؟ وهل النقابة بيبقى لها دور في ده يا فضيلة الشيخ؟ لا لا لا، كل مثل بيقولوا كله مرغوط على قد دمه. يعني ما فيش، لو هتعمل تسعيرة ولا بتاع مش هتمشي. في العائلة وفي الواطن وفي كذا، يرجع للقارئ وصاحب المناسبة. يعني صاحب المناسبة لما يجي يجيب واحد وياخد منه 15,000 جنيه في الليلة. اللي احنا كنا بناخد 5 ساغ و10 ساغ في الليلة، يبقى يعني هو بيدفع خلاص استحمل بقى. عايز اسال حضرتك فضيله الشيخ الطبلاوي عن واقع الكتاتيب النهارده في مصر، وحضرتك يعني بدايتك كانت في الكتاب ودي كانت الدفعه الاولى اللي الحمد لله وصلتك للمكانه اللي حضرتك موجود فيها دلوقتي. شايف الكتاب النهارده ازاي؟ والله انا يعني شايف الكتاتيب انقرضت. انقرضت يعني بقاش فيه، ما بقتش موجودة ولا ما بقتش مؤثرة يعني او ناجحة زي زمان؟ لا انقرضت. انقرضت خالص، يعني زي ما يكون حاجة اتمع اسمها، لان الكتاب صراحة يعني كان معمل تفريخ طبعا. فالنهاردة يعني مرة كان في وزير تربية وتعليم قديما قول لي يا شيخ طب لو كتاب ايه على الواتف بتاع، قلت له خليك في تعليمتك، انت مالك ومال الكتاب، انت وزير تربيه وتعليم علم اللي هيجي لك، الكتاب ده هو القران والاحكام القران والكلام ده كله. يعني بقول لي يعني احنا دلوقتي في زمن غير الزمن، الزمن لا يتغير. ليه انقرضت في رايك يا فضيله الشيخ؟ نعم، ليه انقرضت الكتاتيب؟ والله ما انا بقول لسعادتك الكتاب المحافظ لازم يكون عنده مقدره على ان هو يعني يقاوم الفقر ويقاوم البتاع كده يعني. ازاي ممكن نرجع الكتاب مره تانيه كمفرخه للقارئين العظام يعني زي ما كان زمان؟ يتعمل للمحافظ اقل للقليل 500 جنيه في الشهر على انه يعتني بالاولاد ويحفظهم القران، ده اقل شيء يعني. تمام، اسمح لي فضيله الشيخ محمد الطبلاوي، احنا هنروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع بالجزء الاخير من الحوار، وعايز اعرف احب الاصوات لقلب الشيخ الطبلاوي مين، بس استني بعد الفاصل نرجع نجيب عن هذا السؤال مع فضيله الشيخ محمد محمود الطبلاوي احد اهم قراء القران الكريم في مصر وفي العالم الاسلامي. استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد في المواجهة مع فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي احد اهم قراء القرآن الكريم في مصر وفي العالم. اهلا بحضرتك فضيلة الشيخ. اهلا بك. اهلا فضيلة الشيخ، مين احب الاصوات لما بنتكلم عن المقرئين؟ يعني اكتر اصوات بتحب ان انت تسمعها؟ والله يعني انا احب اسمع الشيخ محمد رفعت والشيخ علي محمود، كل الناس القدامى دول يعني بصراحة يعني. وبعد الأصوات الشابة برضو، يعني في أصوات شابة يعني، في الشيخ طه النعماني، الشيخ محمود الخشت، في يعني في الحمد لله يعني في يعني في أصوات أيضا من المقرئين الجدد بتحب إنك أنت تستمع إليها. والشيخ خضر مصطفى، ف
ففي يعني الحمد لله. كلمنا عن ذكرياتك مع هذه الأسماء العظيمة، يعني سواء كان الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ عبد العظيم زاهر، كامل يوسف البهتيني، الشيخ عبد الباسط، ليك ذكريات معاهم أو مع أي منهم يا فضيلة الشيخ؟ والله كلهم زملتهم في الليالي كلهم. كان الشيخ عبد العظيم زاهر الله يرحمه كان يعني ما تقولش عليه، يعني شكله مش شيخ، شكله تاجر قطن، تاجر بتاع اي تجارة يعني كان راجل عنده شهم كده. كان راجل شديد يعني، شديد وشخصية. رحت بلدهم في المنوفية الحقيقة في خاله، يعني خال الشيخ عبد العظيم زاهر. انا لما مات يعني رحت تقدم واجب العزاء؟ لا، قدموني مدع بأجر. رحت تقرا يعني في في العزاء؟ الشيخ عبد العظيم قال تعالى وهندلك فلوس. رحت قعدت 3 ايام هناك، وتاني يوم الصبح بقى بعد البتاع عامل لي زياره، سلالي كده هو في فطير مشلتت وفي جبنه وفي يعني حاجات خيرات. كان كريم يعني. الشيخ عبد العظيم زاهر كان راجل يعني محترم. ليك ذكريات مع الشيخ عبد الباسط، مع الشيخ مصطفى اسماعيل يا فضيله الشيخ؟ والله ذكرياتي مع الشيخ عبد الباسط كثيره، كان دايما نتواجد مع بعض. كان يجي يقول لي يعني انت عندك حاجه النهارده؟ اقول له لا. يقول لي نتونس سوا؟ اقول له تعالى. هو كان ساكن جنبينا يعني. فيجي نحط الكنبة تحت ونقعد مع بعضينا على الشارع يعني، وإن كان عندنا حاجة كويسة، رز بلبن مهلبية بتاع، ننزل وناكل ونتكلم عن الأطفال. وبعد ساعات ناخد بعضينا ونشرب عصير قصب في باب اللوق عند راجل محب برضه القرآن كده يعني، كان محبة كده لله يعني. اختلفت ازاي يعني، او مستوى القراءة اختلف ازاي النهاردة عن مكان في بدايات حضرتك وفي الجيل اللي حضرتك كنت فيه فضيلة الشيخ؟ لا اختلف كتير، لان وضع مش يعني في كل حاجة اختلفت. كل حاجة اختلفت، مش بس في القراءة، لا كل الزمن حاجة. اختلف كله 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 كله. يعني كان في زمان الجار يصل على جاره، يعني ما يكون في فرح يطلعوا صواني، في ميتة برضه يطلعوا صواني بتاع. دلوقتي قلت الحكايه دي. الدنيا اتغيرت يا فضيله الشيخ. لا خالص. وبالتالي يعني مستوى او اسلوب القراءه كمان اختلف؟ طبعا كل حاجه اختلفت. اختلف ازاي؟ الفرق ايه بين زمان، المقرئين زمان والمقرئين دلوقتي، ايه الفرق؟ المقرئين دلوقتي بصراحه يعني بيطلبوا اجور يعني جامده، فبيخلوا الناس تقتصر على شيء جنازه، يقولوا مش هنعمل جنازه خلاص. لكن لو في تهاون شويه مع الناس، يعني انا سمعت والله اللي بيطلب 10,000 واللي بيطلب 15,000 في الليله، واللي بيطلب 25,000. ليه؟ وانت راح تعي الميت.